السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم بخير. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، والله العظيم الا توحشتكم بزاف بزاف. سمحوا لي، عرفتي هاد الايام فاش ما بقيتش كنحط الفيديوهات حسيت بشي حاجه ناقصاني. صافي اختكم تبلات، صافي حسيت بشي حاجه ناقصاني، سبحان الله العظيم. ولكن راه كنت عيانه شويه، وكذلك مشيت لمراكش، داكشي علاش غبرت عليكم. يعني ما كاينش كيفاش ندير باش نحط لكم شي فيديو. وبغيت نقول لكم هذا الفيديو هذا اللي كتشوفوا راه صورته لكم من مدينة مراكش، وكنشكر بزاف لاله رشيدة اللي استقبلتني في المحل ديالها. شكرا شكرا بزاف، والله يكبر بيك، وخلاتني يعني نصور لكم المحل ديالها، تشوفوا الطكاش اللي عندها، يعني شي حاجة زوينة بزاف. البنات ان شاء الله غادي نخلي لكم البلاصة فين كاينة لاله رشيدة، يعني المحل ديالها فين كاين، وغادي نخليه لكم هنا في الفيديو، وغادي نخليه لكم كذلك في التعليق وفي صندوق الوصف ان شاء الله بحول الله. مهمه البنات عندها شي حاجه نقيه بزاف ومتوله، شي حاجه زوينه، وعندها كذلك اللوينات، اللوينات رائعين. وها انتم كتشوفوا هذا الشيء كي مغطي ومقاد، يعني ما كاين لا غبره لا والو، شي حاجه نقيه بزاف ومتوله، وكاين اللي منبت كاين اللي مطروز. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه، يعني يمكن لكم الا بغيتوا تكريو راه يمكن لكم تكريو عندها، كل حاجه بثمنها، والا بغيتوا تشريو كذلك يمكن لكم تشريو ان شاء الله بحول الله. نخليكم مع هذا الفيديو، فرجه ممتعه.